لفلسطين تنتفض الحروف. تحت هذا الشعار ينظم المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي الطبعة السادسة لسان الوطني للحروفيات ابتداء من 10 إلى 14 ديسمبر 2023، حيث تم افتتاح الصالون يوم 12 ديسمبر 2023 ابتداء من الساعة 9 صباحا برواق الفنون عبد الحليم همش لدار الثقافة عبد القادر علولة بولاية تنمسة. إن الخط العربي هذا الفكر الساكن كما يقول المؤرخون يقف شاهدا على ما بين الفن والحضارة من صلة والإبداع الفني والجمال للحروفية في الخط العربي، ترمز في بعدها المادي إلى مجهود الإنسان عبر المراحل التاريخية التي مر بها الخط العربي. هذا الموروث الثقافي العربي الذي يعود شباب اليوم إلى هذا الإرث الجمالي محاولين إضافة لمسة خاصة حسب ثقافة كل منهم وحسب المدرسة التي تأثر بها. يتضمن الصالون معارف فنية ورشة حية ومسابقة، الهدف منه خلق مدرسة في فن الحروفيات بالجزائر والتعريف بالفنانين والخطاطين المشتغلين على فن الحروف. وزارة الثقافة والفنون، مديرية الثقافة والفنون، تلمسان، الجزائر. طالبة قسم الفنون بجامعة تلمسان، قمنا اليوم بزيارة لصالون الحروفيات قامت باستضافته دار الثقافة رواق الفنون عبد الحليم همش، وقد سميت هذه الطبعة للمرحوم طيب العيدي، سميت باسمه لأنه كان خطاط جزائري وقد توفي منذ فترة فكانت الطبعة على اسمه. فكانت هناك ورشات و أعمال فنية يعني رائعة للخطاطين الجزائريين، ومن بين أهم هذه الخطاطين خطاط يحيى عيسى. تقلنا معه ببعض التدريبات وبعض الشروحات للخط العربي وتقنياته يعني وكيفية يعني تعلم الخط العربي.